الأبكار المهجنات الأصايل في مستوى سادس الأشواط المسائية، وتتقدم سرابة لهجن العاصفة إلى ناموس هذا الشوط مع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير إلى صدارة البداية. بينما المركز الثاني تقدم من شعار هجن الشحانية، حيث تتقدم شقرة في هذه الانطلاقة بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. هنا يتقدم هذا الشبل حيث يسير مشاهدين الأعزاء بناموسي واستعدادا كبير لمنافسات هذا الشوط. بينما المركز الثالث الحرة، قادم الحرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان، حيث متابعة هذا الشعار من خلال وجوده على التضمير. المركز الرابع، ننتقل مباشرة إلى رابع المراكز وهملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري يتواجد رابعا. المركز الخامس، وصلنا إلى عزايم، ويلا شد الحيل والعزم. هنا عزايم لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. إلى المركز الخامس، المضمر ناجم بن علي الغيلاني. المركز السادس الآن اللي وصلت تقدمت، ها هي معزة مشاهدين الكرام. هنا معزة حاملة هذا الشعار في هذا الموسم في هذه الانطلاقات، شعار هجن الشحانية، حيث تصلنا في هذا اليوم تشاركنا في هذا الموسم من خلال استعدادها أكيد المبكر لختامياتي في ميدان الشحانية، المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. أما المركز السابع هذه اللي تقدمت، المركز السابع هجن العاصفة تقدم عواصف لتحتل المركز السابع بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثامن، وصلت نجدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعمر بن مطر بن لاحد الهاجري في التضمير. المركز التاسع، نتقدم نسير إلى بن صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر والمتابع مسري بن سالم بالعرض الحميري. وهناك شديدة من تحتل المركز العاشر، تعود الملكية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. هكذا أيها الحبل الكريم، الأسماء الأولى، الأسماء المنطلقة، الأسماء التي تسير تبحث عن الناموس، تتقدم خطير. لكن عودة إلى البداية، وعزايم شدت العزم والهمة وشدت الحيل نحو التعزيم على ناموس هذا الشوط وامتلاك النخبة، امتلاك المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، حيث يتقدم ليقدم عزايم بقيادة مضمرها ناجم بن علي الغيلاني. أما المركز الثاني، هنا هملولة متواجدة وانتاجي بدع ثلاب لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، يضمرها محمد بن سعيد بن بروك الحميري. لكن وصلت نجمة النجوم، عادت سرابة لتنتزع المركز الأول أو المركز الثالث في هذه الأثناء لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع، هناك اللي تقدمت، وصلت الحرة هنا في هذه اللحظات، الحرة قادمة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها. مشاهدين الأعزاء، شوط من أشواط السرعة، 1200 على خط النهاية، واستعداد مبكر، واللي بيحرك يحرك واللي بيروح يروح، والمقدمة لا زالت عندك يا عزايم. يا عزايم أيها الحفل الكريم، لا زالت مسيطرة لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. ولكن هناك يسلوب هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، بدأ التسلل المسموح من خلال هذا الموقع. ولكن يا سلام هي نجدة أيها الحفل الكريم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب بقيادة عمر بن مطر بن لاحج الهاجري، تقدم مع نجدة. هناك الجانب الآخر يحمل شعار هجن العاصفة، يحمل استعداد آخر، تواجد آخر لشعار هجن العاصفة. يا سلام، يتسلل، الله اللي انطلقت هذه عواصيف، سارت إلى المركز الأول وطافت نحو الناموس هجن العاصفة وشعارها هجن العاصفة واستعداد
الهادية إلى المركز الأول بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام يا الواثق هملولة في المركز الثاني لمعاني الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، يضمن محمد بن سعيد مبروك الحميري. ولكن خلاص عواصيف أيها الحفل الكريم، هنا عواصيف تنطلق تأتي بالشوط، تتقدم لتعصف بناموس هذا الشوط إلى المقدمة وإلى الصدارة وتهدي إلى مالك هجن العاصفة وكذلك إلى المضمر. هنا عواصيف أيها الحفل الكريم، هجن العاصفة تضيف إنجازاتها، تتقدم من خلال آخر بروفات هذا الموسم. تهانينا لهجن العاصفة المركز الثاني، هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، رابع في المركز الثالث، لهجن العاصفة المركز الرابع. هنا تأتي نجدة اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم المركز الخامس. أيها الحفل الكريم، تقدمت من خلال هذه اللحظات شعار هجن الشحانية حيث تتقدم شقرة في هذه الانطلاقة. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة الحاضرة في مستوى هذا الشوط. تهانينا والناموس لكل الفائزين. ولكن هنا عواصيف تنتزع المركز الأول، تتقدم في هذه اللحظة وتسير بالمركز الأول وناموس هذا الشوط لتهديه هجن العاصفة وشعارها المميز الحاضر في مستوى هذه الأشواط، حيث تقدمت بسبع دقائق 33 ثانية، ست أجزاء من الثانية. مشاهدين الكرام، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا كذلك إلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. سبع دقائق 33 ثانية، ست أجزاء من الثانية. المركز الثاني هملولة، سبع دقائق 34 ثانية، تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد على فوز هملولة بالمركز الثاني، والمضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري ثالث المراكز. سبع دقائق 36 ثانية، ثمان أجزاء من الثانية، هي السرابة من هجن العاصفة حيث تسربت نحو ثالث المراكز وخذت ثالث المراكز بناموس هنا مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء من خلال لحظات التواصل ومن خلال لحظات الانطلاق، شوطا يتجدد بناموس وشعار وحيوية، وشوطا آخر ينتهي بإثارة مميزة من خلال انطلاقات المساء. شوط يجدد روح النشاط، يجدد روح المنافسة بين أقطاب المنافسة. شعارات شعار هجن الرئاسة، شعار هجن